بفخر وسرور تداول المغردون خبر فوز منتخب براعم الكويت المدرسي في إطار مباريات المجموعة الثالثة ضمن بطولة كأس جيم الدولية لكرة القدم المقامة في دولة قطر في نسختها الثالثة، ونتيجة لجهود مكثفة وتوجيهات إدارية حكيمة ظهر أشبال الأزرق بالشكل اللائق في هذه الدورة رغم صعوبة المجموعة التي ضمت روسيا والسودان والبرازيل وتشيلي. المغردون أثنوا على أداء الفريق الشيق المحترف في مبارياته مع منتخب البرازيل والتي انتهت بفوز أشبال الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم قوة دفاع أبناء السامبا التي انهارت سريعا بأقدام الشبل الأزرق. المغردون شددوا على أهمية رعاية البراعم وتهيئة الإمدادات المعنوية والرياضية لهم لتغدو أغصانا صلبة تخترق كل الشباك.